مشاهدينا مثل ما قلت لكم انا رح كمل معكم اذا بدكم شيء من القسم الثاني من عالم الصحه، يعني قديش في دبيت كثير كبير لناس بيقولوا انا ما بنتبه على نظامي الغذائي وبعمل رياضه كثير، او ناس بيقولوا انا بعمل رياضه وما بنتبه، يعني العكس، فهيدا كله مش حيودي لنتيجه، مش حيودي لترمن ريزلت. مزبوط عم بحكي انا رندا ولا يعني قديش متداخل هيدا العالم يلي هو بعدين في شغله كل ما الساينس عم بروح صوب ميثودات اكثر بعالم الفتنس عم بكون في تاكيد كثير كبير على عالم التغذيه قديش مهم اهميه الاكل، وقد ما بالاكل عم نحكي انه قديش مهم نحن نحافظ على صحتنا بالاكل، ولكن الاكل لحاله ما بيأدي، كمان الرياضه بدها تكون عم تمشي هاند ان هاند مثل ما بنقول او مع سوا. هلا اليوم امين مثل العاده ثلاث اشياء انا بحكي عنها بكل حلقه، اول شيء بنذكر بالكومبيتيشن، اما المباريات اللي نحن بنعملها اللي هي دائما نعطي سؤال والاجوبه بدها تكون على الفيسبوك بيج تبع الام تي في، وسؤالنا اللي هو اليوم اي فئه اقل كالوريز، كاسة المغلي اللي هي بلا قلوبات او كاسة رز بحليب؟ فإذا هون في جواب واحد رح يكون مظبوط. هذا سؤال بسأله دائما كمان. ايه بكره رح نعرف نحن الجواب، واكيد جواب واحد، واللي بجاوب مظبوط نحن رح بالقرعه نسحب اسمه، بده يربح من بيري لايتون مطبخنا 2 بوكسز ليومين كاملين، هو بنقي اي ايامات بدنا نبعث له اياهم. جريت. الشغلة الثانية اللي بدنا نحكي عنها، بدنا نعطي كم تيبس، يعني مش معقول تبلش السنة وما نحكي عن إنقاذ الوزن، أما نحن كيف بدنا نكون عم ناكل حتى نحافظ على وزن صحي. فأنا بلشت هديك الجمعة كنت عم بحكي إنه نحن بنقول بدنا ناكل صحي، فبدنا نخفف ملح، بدنا نخفف سكر، بدنا ناكل ألياف، ولكن في كثير أوقات ما بنعرف وين الملح موجود، ما بنعرف وين السكر موجود، فنحن هديك الأسبوع عطيت كثير أمثلة على اشياء نحن كطعم طب تكون طعمه حلوه ولكن هي فيها كميه ملح كثير كبيره. حكينا عن السكر وين هو موجود كمان بمحلات نحن ما كثير بنعرف انها موجوده فيها لنكون عم نعرف نتحاشيها، وبالنتيجه كل شيء مصنوع بالبيت، كل شيء محضر من حواضر البيت، كل شيء هو بيكون صحي اكثر. صحي اكثر ونتاكد شو عم ناكل، لانه اليوم صرنا عم نحكي فود سيفتي، مش بس 100% مش بس اذا هيدا منيح او فيه كثير سعرات حراريه، صرنا عم نحكي فود سيفتي ان جنرال 100%. هلا طب نحن بدنا نحاول نكون عم ناكل صحي، على تركيز هلا على وزننا، اولا بده يكون بدي اكل صحي، مش بدي اعمل رجيم كثير قاسي بضعف 2 3 كيلو برجع بردهم، او بدي اعمل رجيم قاسي بقدر امشي فيه جمعه وبعدين وقف عليه، بدي اكل صحي، وحكينا مطولا عن تناول الاكل الصحي، هي اول شغله. ثاني شغله وقت انا بدي اعمل رجيم بدي احط اشياء منطقيه براسي، يعني ما في يقول انا كل يوم هالشهرين ثلاثه بدي اتعشى بس سلط. اولا واحد بيزهق، ثانيا اوقات بيجوع عشيه، ثالثا كل مره رح يكون في شعور مختلف، ولكن اذا حطينا جولز هن محدده انه انا هالاسبوع مرتين بهالجمعه رح اتعشى سلط، ثلاث مرات رح اكل ساندويتش، او جمعه الجاي مرتين بهيدا الاسبوع رح اكل لوح شوكولا وباقي الاسبوع ما رح اكل شوكولا، فدائما بدنا نحكي شيء منطقي لنقدر نحن نوصل له. شغلة ثالثة كمان هون هن ثالثة انه بدنا نحضر حالنا، طب انا بقول بدي اليوم اعمل رجيم جمعة الجاي، طيب وين اكل الرجيم؟ هل هو محضر بالبيت؟ هل عندي اكل صحي؟ فإذا بدي اكون انا شاري الاكلة محضرتهم مهم كثير 100%، بدي اكون عارفة شو هن الطبخات اللي بدي اكون عم باكلهم خلال هالاسبوع، وكمان بدي اقرر اذا انا بروح على الاوفيس انه طيب مرتين هيدا الاسبوع ما رح اشتري اكل من برا، كل جمعة يمكن نقول خلال هالسنة كل بالاسبوع أسبوع مرتين بدي أجيب أكلاتي من البيت، فإذا الأشياء تكون كتير منطقية. وأخيرا بدنا نحكي ما فينا ما نحكي على الرياضة، نرجع إنه ما في رجيم نقدر نحافظ فيه على صحتنا وعلى وزننا بدون ممارسة الرياضة، فبنرجع بنذكر اللي ما بيعمل يبلش، اللي ما بيعمل أبدا يقول خليني أمشي 10 دقائق بالنهار، اللي عم يعمل شوي يعمل أكثر، ودائما نحط جولز منطقية، إذا شخص ما بحب أبدا الرياضة ما في يقول كل يوم بدي أعمل رياضة. كل يوم بيقولوا لي بدي أعمل 3 ساعات أو ساعتين، وهي منا مشاهدينا كرايتيريا الوقت هي المهم، الافشنسي والبروجريسيفيتي تبع قديش ممكن تطلعوا انتم بالليفل وبالانتنسيتي وبالتايمينج بالفريكونسي وبكل شيء 100%. ففي واحد يقول في اعملهم مرتين بالجمعه، ساعتين بالاسبوع، بس خلينا بخلال شهر نكون عاملين اكيد اكيد مرتين بالاسبوع. فاذا هول الاشياء اللي هي عمليه لازم واحد يبلش يعملهم، هيدا هو رجيمنا للسنه سنه 2015، هيدا هو رجيم مشاهدينا، رجيم يعني اكل صحي، اكل
بشكل منظم، خلص بدنا نتفق عليه أمين أنا وأنت وكل المشاهدين. صحيح. هيدا النظام. إذا نقول كلمة ريجيم أليمنتير هي نظام غذائي. نظام غذائي. بس العالم بروح لما يقولوا ريجيم يعني قط على exactly. الأكل، بيقولوا بوقفوا أكل، واليوم إنه ناكل عندها بوست وبري وبوست، يعني بدنا نعمل فيولينج لجسمنا وبعدين بدنا نعمل ريكفري لجسمنا قبل وبعد الرياضة. ف 100% هلا بنحكي دائما على الاكل الصحي، ولكن في ناس بيقولوا لي بنحاول ناكل صحي، بنحاول ناكل الياف. حكيت هذيك المره الالياف موجوده بالبقوليات، فول وفاصوليا وحمص. هون كمان عندنا كثير ناس هن فيجنز اللي ما بياكلوا اللحومات، بياخذوا البروتين من البقوليات، ولكن البقوليات شو مشكلتها يا امين؟ بتعمل نفخه وبتعمل غازات. فهون لهول الاشخاص اليوم كمان بدنا نوجه لهم كم ملاحظه. هلا حتى نحن ما نعمل نفخه، بركي بنقدر شوي نطلع على سلايد اللي أنا حطته بالنصائح لنتجنب أنه يكون عندنا نفخة. أول شغلة، ما بدنا ناكل كمية كبيرة من الأكل، فنحن وقتا ناكل كتير كمية من الأكل بنعرض حالنا أنه معقول كتير يصير عندنا نفخة. تاني شغلة، الخضرة هي بتعمل نفخة، ولكن إذا سلقناها كمان فينا نخفف هيدا الموضوع. بالتالت شغلة، إنه بخلال نهارنا لازم نضلنا نشرب مي. نحن هون بدنا نعمل شرب المي، طبعا بالنتيجة بيساعد على الهضم، فهيدي شغلة كمان كتير مهمة. ومثل ما قلنا، بما إنه ما بدنا ناكل وقعات كبيرة، لكن نحن ناكل ثلاث وقعات معتدلة وبيناتهم يمكن سناك صغير، كمان هالشي في كتير يساعدنا. طبعا حتى نحن ما نعمل نفخة ما فينا نستغني عن الرياضة. الرياضة بعدة أنواع بشكل هو الإنسان يكون مرتاح فيها، هيدا الشيء كمان في كتير يساعده. وكمان نصيحة، كل شيء نحن مثلا وقت نكون عم ندخن أرجيلة علكة، في إشياء كتير بتخلي الجسم إنه يفوت هواء على المصران، فوقتها يفوت هواء على المصران اللي بيصير إنه المصران بينفخ، فكل هالإشياء هي بتأدي لنفخة المصران. هولي أول قواعد لازم نحن نكون عم نتبعهم حتى نحن نكون عم نساعد حالنا ضد هيدي النفخة. ولكن هون كمان عندنا أشخاص هن بطبيعة الحال جهازهم الهضمي بيكون تعبان، فكل ما يأكلوا بقوليات رح يكون عندهم نفخة، رح يكون عندهم غازات. طيب هول الأشخاص أولاً لازم يعرفوا حالهم، فنحن هون بدنا نعرف. في ناس بيقولوا رح اتحاشى أكل كل هالمأكولات لأنه هن بيعملوا نفخة وبيعملوا غازات. تبركي أنت جسمك ما بيعمل نفخة وغازات عليهم، فأولاً بدنا نعرف جهازنا الهضمي، هل هو رح يعمل عليهم نفخة أم لا، رح نعمل غازات أم لا. في شيء علمي بخلي بيساعد الشخص يخليه يعرف هو على أي أمور بركي عنده توليرنس بركي أو طبعاً. بس قبل هيك أمين، أول شيء في شيء براتيك، يعني هل انت عم تنفخ عليهم اما لا. هلا الشغله الثانيه، اذا انت عم تعمل نفخه طبعا في عندنا هون فحص دم، نحن بالعياده عندنا بنقدر نعمله فحص دم كثير صغير، هو ببين لنا على شو بالتحديد انت عم تعمل نفخه، فطبعا هون علميا عم بيساعد كثير هيك 100%. بصير واحد ماشي بيعمل اليمينيشن، ما بقعد ياخذ هيدي الاكله، ولكن بياكل شيء بمقابلها بنفس الغذاء مثلها. فإذا هيدي كمان شغلة تانية. شغلة اللي بدي أحكي عنها، أنه في عنا طريقة طبخ البقوليات اللي هي فيها تساعد أنه تشيل الغازات منها. فنحن بطبيعة الحال بقوليات تعمل غازات، ولكن إذا نحن نقعناها كيف هي طريقة النقع؟ من زمان كان ينقع واحد نجيبهم نحطهم بماء ننقعهم 24 ساعة. لا، الطريقة الأحسن لتشيل الغازات هو حطهم بماء وإغليهم. هلا بعد ما نغلي بتطلع رغوه على الوجه، هيدي الرغوه بنكون عم نشيلها، هيدي الرغوه بتحتوي كثير غازات، فبكون نحن شلنا كميه مهمه من الغازات. بعد ما نشيلها نغليهم لمده 10 دقائق، ومن بعدها بنكب المي، بنرجع بنغلي مي ثاني بنحطهم فوقهم، وساعتها بننقعهم، وبدنا ننقعهم اكثر من 4 ساعات. فإذا النقع بده يكون بمي مغلية. شغلة يعني بدها. شغلة بدها 10 دقائق. هلا هالشغلة أمين هي ست البيت رح تقدر تعملها، وهي بالحقيقة مثل ما قلنا تخطيط قبل التقسيم، يعني كيف نحن بدنا قبل بنهار نشتغل على فترة ربع ساعة بين إنه غليناها ورجعنا غلينا المي وحطيناها، طيب بالقليلة بيصير فينا ناكلها من بعدها. صرنا عم ناخذ كواليتي هون كمان. 100%. هلا شغله اللي كمان بدي اقولها، انه هول البقوليات وقت نكون عم نطحنهم ساعتها ما بيعملوا غازات مثل ما هن حبوب. وهون بعطي مثلا حمص طحينه، فاذا كان الحب كبليله معقول كثير تعمل غازات، بينما هي ذاتها
وقتها أنا أطحنها وأكلها كحمص بطحينة، ساعتها هوني ما بتعود تعمل غازات من قد لو تكون بليلة. وأكيد المشاهدين اللي عندهم هالمشكل بينتبهوا إنه وقتها أكل حمص طحينة ما رح تضايقني، فهو الطحن كسر هال الاشياء اللي بتعمل غازات. نحكي دائما عن الاوليغوساكرايدز مثلا، فاذا هون هالشيء بيقدر يساعدنا. يعني السمعه السيئه مش بس على الفاصوليا، على كل الحبوب لازم طبعا طبعا فاصوليا وحمص وفول وعدس، وكل انسان عنده بدرجه معينه هي اللي رح تضايقه اكثر من غيرها. ولكن مثل ليش سمعه سيئه للفاصوليا؟ لانه هي الفاصوليا خصوصا الفاصوليا الحمراء القاسيه هي اكثر وحده اللي بتعمل. هلا كمان شغله فينا نقولها هون، كثير نصايح ما رح تخلص حلقتي، بس عندي كثير كثير نصايح. اولى منها طريقه التلعوس، فاذا نحن كمان اذا دغري لعوسنا وبلعنا هالشيء رح يسبب غازات، ولكن اذا لعوسناها على مهل اكثر هيدا الشيء بخفف العلاقه بالهضم. يعني ما عم نقدر نهضم، لانه اذا ما بنلعوس ما بنهضم بطريقه مضبوطه. فهي القصه انه نحن نهضم، القصه انه نساعد هالانزيمز تكون عم تشتغل لتكون عم تساعدنا بالهضم، وهذا الشيء بخفف من الغازات. هلا قبل ما اكمل بس لاقول لك شغله، انه الغازات لابد منها، يعني هيدي شغله، هيدا جسم الانسان ما في مجال، نحن كل شيء عم نعمله عم نعمله حتى نكون عم نحاول نخفف ونبتعد وبركي نبعد عن هالامور كلها. طبعا، وحتى يكون انه تكون ما عم يوجعنا، يعني ما عم يكون عندنا وجع بالبطن، معلش، وحتى وقت يصير في غازات وقت نظهرهم لبرا ما يكون كمان عندهم ريحه سيئه، فهيدا كله اللي عم نحكي بيكون عم بيساعد. من التيبس كمان اللي بدي أعطيها هو شو نمزج مع هالنوع من البروتينات اللي هن بقوليات. واحدة من التيبس إنه ناخد نوع واحد من البروتينات، فإذا نحن بنعرف هول البقوليات نرجع منعيدهم عدس وفاصوليا وفول وحمص، هن بيحتوى على كمية بروتينات عالية، فإذا نحن ناكلهم واحدة لحالة، يعني إذا أكلت فاصوليا مصيبة، وإذا أكلتها مخلوطة فاصوليا والفول معها والحمص مصيبة كتير أكبر، معركة يعني ما فيها كارثة. فهون إذا أكلناها لحالة أكيد بيكون أحسن. شغلة تانية فينا ناكلها ونحط حدا الخبزة أما الرز، فإذا نحن فينا ناكل فاصوليا ورز، فينا ناكل فول وخبزة، ولكن الشيء مش منيح ناخده وهلا مشاهدين رح يتفاجأوا هو البطاطا معهم، فإذا هون ناكل عدس حدا بطاطا، هالشيء ما بيساعد كرمال الهضم وكرمال يخفف الغازات. فإذا هون وقتها ناكلهم ناكلهم لحالهم كبروتين لحاله، ونوع النشا اللي حده يكون من الرز او يكون من الخبزه ولكن مش البطاطا، كمان هيدي شغله. التب اللي بعدها انه نحن بدنا نترك بركي التب اللي بعدها لحلقات هيدا، لانه للاسف نحن وقتنا خلص. اوكي، بس اخر شغله امين، بس بدي اقول انه الكميات، يعني ما في خلص حلقتي بلا ما اقول كميات، فينا نبلش بربع كوب، مهم ناكل وما ناكل منهم كميات كبيره. صحيح، انا بشكرك على المعلومات الهامه، اكيد المشاهدين كمان بيشكروك. نحن مشاهدينا وقفه وبنرجع لاي ويتنس.